تاني؟ البروف مريض وصل له اسبوع ما اجا. خير؟ بعلمي معه وعكه صحيه بس. هو معه قريب بس من النوع اللي تقيله، انت بتعرف يعني هو عزابي، لا عنده حدا يدير باله عليه لا يساوي له شوربه، يعني بتعرف. طيب ماشي الحال، حضري حالك انت والدكتور سرحان، بس خلص اللي بايدي بنروح نزوره. ماشي؟ مشي سيدي. في مجال اروح معكم انا؟ لا لا لا، خلينا نروح اليوم نحن، وبكره انت وزياد بتروحوا. ماشي؟ حاضر سيدي. خير خير، ما عليك شر ان شاء الله. كيف صرت يا رجل؟ طمنا. الحمد لله، لا تواخذونا غلبناكم، كثر شكرا لكم. الشكر لريما هي اللي نبهتنا انك منتقل بالمرض. ولو كابتن هذا واجبنا. ما بيقول المثل الناس للناس؟ شو دكتور طمنا؟ هلا ما لقيته غير الدكتور سرحان يفحصني، هلا بده يطلع بدي يا تشريح يا اما لا سمح الله يعني شي شغله هيك. هلا مريض وإلك نفس تنكت وتمزح؟ للأبر، سأودع هذه الحياة بضحكة مجلجلة. طول بالك يا رجل، طول بالك. الالتهاب زاد، حرارة ما في، انعم صدرك عم يخرخر شوي. بنصحك كتير تبتعد عن ريش العصافير، وبيلزمك إجازة تروح فيها على منطقة جبلية عالية. لا ما بدي، ما بدي بعد عن عصافيري. لا أخي ما بدي، ما بتلزمني إجازة. لحظة، أنا بخلي ماهر بكرة يجي كل يوم يشق عليهم، منيح هيك؟ لازم تاخذ إجازة، إذا الدكتور قال بدك إجازة فلازم تاخذها، هذا أمر. وأنا كمان مستعدة آخذ إجازة وأطلع معك وأعتني فيك. يلا، أنا سيريما. من بكرة الصبح بتعتبري حالك بمهمة رسمية أنت والدكتور سرحان. وأنا راح أحجز لكم بأوتيل لمدة 3 أيام، بخلي الأستاذ يريح حاله ويرجع لنا صار سليم. شفتوا شلون فاقمت الحالة؟ يلا بالسلامة إن شاء الله. الله معكم، مع السلامة. لا تأخذوني دخيلكم. مع السلامة. الله معكم، مع السلامة. معافى. الله معكم، مع شكرا. يا حليم تفضل. انا قلت احلى شيء من غير ما اشوفك. واو انا ثلاثة. انا هي اوضتي جنب اوضتك. طيب تعالوا شوفوا. شرفوا يا شباب. حلوة المرة، ما؟ بستاهل. دكتور شو عم بتساوي؟ الهوا هون بارد مو مثل العاصمة. بعد حاضر، أنا بنصح بالمشي. حاضر، المشي أفضل رياضة عمرك. شو رايك اذا نتمشى؟ أمل. شو دكتور؟ لا تمشوا انتو، انا معي روماتيزم والروماتيزم بده دفى وبده راحة. انا رايح لأوضتي. فيك تدلنا على طريق خرجتي مشايخ؟
وين ما رحتوا المناظر بتطير العالم، كثير حلوة، أحلى من سويسرا، بس لا تتأخروا. ليش في بعض؟ يا ريت، يبدو بالمدة الأخيرة صار في سرقات لفيلتين بالمنطقة. والبوليس المحلي ما كمشوا؟ يبدو إنه هن عبارة عن عصابة من المراهقين، عم تتسلق. عم يتسلق؟ ليش شو سرقوا؟ أشياء غير مهمة، أشياء تافهة كتير، لهيك البوليس ما كتير اهتم فيهم. من يومكم بتسلح، ايه؟ خدوكم معكم قطعة سلاح بتحميكم. أنا بصراحة ما بحب السلاح. خسارة، لك مين بده يدافع عن آنسة إذا لا سمح الله حدا اعتدى عليكم؟ لا تطمن، هي بتدافع عني. خير إن شاء الله. هيك لكان. اللي رجعتوا كان رح يغلى قلبي عليكم لأنه حادثة سرقة جديدة كمان؟ ايه؟ بعرفكم حسيب بيك من كبار الملاك بالمنطقة الآنسة والأستاذ من العاصمة نازلين عنا كم يوم أهلا وسهلا أنا آسف كتير أنا كنت متوقع أنه منطقتنا كتير آمنة وخاصة بهيك فصل من السنة بس على ما يبدو وصل البلة دقني خير شوفي الحرامية سرقوا الفيلا تبعي وأنا كنت مرر هون حتى خبر صديق لي قبل ما أنزل على المفر خبر الشرطة والغريب إنه ما سرقوا إلا أشياء تافهة مع إنه الفيلا تبعه مليانة تحف سرقوا مسجلة صغيرة وجهاز لقياس الضغط وكتاب اسمه الروض العطر والمجموعة الكاملة لنزار قباني بس تركوا الفيلا بشكل فوضوي ونتروا الكتب بكل مكان تقريبا مثل ما عملوا بالمرة السابقة طيب خاطركم الله معك حسيب بيك معك مع السلامة لا تنسوا تسكروا البواب منيح بالليل مش على الحرامية كتر خيرك هلا هيك بدكم تضلوا عم تحلقوا فيني اتفضلوا بدي سكر البواب صباح على خير الله معك الحمد لله على السلامة الله يسلمك اهلا دكتور ان شاء الله طبخنا يعجبكم انا منحت لك لا تاخذ رايي خذ راي الدكتور رمزي هو الفواق ايام كمان عم تفضل انا بالنسبه لي باكل كل شيء وما بسال عن شيء بس الدكتور رمزي بس يرتاح اكيد رح ترجع حاسه الذوق للتوب ان شاء الله عليه العافيه الله يعافيك بنصحكم انكم تقفلوا الغرف عليكم منيح بعد السرقات اللي عم تحصل صارت الشغله بتخوف ليش سبق وحصل سرقات قبل هالمره عندكم لا بس يبدو انه هدول المراهقين الزعران اما مستلطين على الفلل والقصور أو خايفين من جفتي رح أطلبكم العشاء
الو الو ماهر، انا رمزي. انا رمزي، كيفك؟ منيح منيح، انا منيح ماشي كويسين منيح. ماهر حبيبي، بدي اسالك العصافير كويسين؟ لا تكذب علي، كويسين اكيد. دخيل عنك اعطيني فيهم. ايه اعطيني فيهم. لا ما بدي منك شيء، خلاص وقت بدي منك شيء انا بحاكيك. مع السلامه، الله معك. سلم على الكابتن. ايه باي باي. صباح الخير سيدنا، شايفك مبكر اليوم. صارت حادثة امبارح، لكن مو بس سبب. خير ان شاء الله، شو اللي صاير؟ قلي بالاول. نعم. شفت لي شي حركة غريبة هون حوالين فلو؟ طيب حدا مر غريب لهون لعندك على الفندق؟ كمان انت وين كنت امبارح بين الساعة 11:30 والساعة 12؟ 11:30 12 هو؟ اكيد هو. حتى اذا بدك تطلع اسأل مكتي. خير، شو اللي صاير؟ جريمة قتل. ومين اللي انقتل؟ الجريمة صارت بفيلا آل مسعود، السائق تبعه انقتل. رحمة الله عليه، كان رجل طيب، ما بيستاهل لك الخير. خير؟ شو في؟ جريمة هالمرة يا أنسة، جريمة بفيلا آل مسعود، منيح اللي ما انقتل صاحب الفيلا أو ابنه. لا، هن اللي اكتشفوا الجريمة، أو بالأحرى شافوا القاتل هو عم يهرب. شافوه؟ هيك شهدوا، بس عفوا ما تعرفنا. الجماعة من العاصمة نزلوا عنا امبارح. أنا الملازمة وريمة من قسم البوليس الخاص. معي دكتور رمزي اختصاصه علم نفس، ومعي كمان دكتور سرحان طبيب شرعي. مرحبا. اهلين. اهلا وسهلا. نحن اسفين انه جيتوا لعنا على المنطقه بهذا الوقت. على كل حال يمكن الصدفه قادتكم لعنا لحتى تساعدونا. لا انا كويس، انا صحتي كثير كويسه، خاصه اذا كان في شغل. فين اشوف موقع الحادث؟ اسبوني انتوا، انا راح اجيب شنطتي. تفضلوا على السياره. شرفوا. هاي الفيلا اللي رايحين عليها؟ لا، هي فيلا السيد حسيب. ايه التقينا في امبارح. على فكرة العصابة ما عم بتفرق بين واحد والتاني، لأنه في خلاف كتير كبير بين السيد حسيب والسيد مسعود حول ملكية الأراضي، وصل للمحاكي. طيب خلينا نزوره بالأول وبعدين بنروح على فيلا آل مسعود. صار. شو هالمفاجأة؟ أنا آسف، الختم كلياته في إجازة. تفضل. نحن مو جايين زيارة، ضيوفنا جايين معي شغل. شغل؟ خير؟ ما في شيء، حابين يعينوا مكان السرقة إذا ما عندك مانع. لا ما عندي مانع، بس ما إجيتوا قبل بمرة وأخذتوا المعلومات ورفعتوا البصمات وما طلعتوا بالنتيجة. تفضلوا، تفضلوا. شكرا. شرفوا. في أوراق مهمة أنت محتفظ فيها بالبيت؟ إيه طبعاً، بس مو هون. محتفظ فيهم بمكان لا يمكن لأي إنسان يقدر يوصل لهم. ومثل ما بتعرفوا، لأنه في مشاكل بيني وبين جيراني، وهالمشاكل هي وصلتنا للمحاكم. كان فهمت إن العصابة سرقوا جهاز قياس ضغط. مسجلة وكتابين كمان. الروض العطر. وديوان لنزار أباني. خير استاذ، بتريد شيء؟ لا شكرا، ما في شيء. روف اذا تعبان بنمشي. لا بالعكس، حاسس حالي كثير متنشط. يبدو لي انه العصابه ذوقها كثير متنوع. في دلائل بتدل انه اللي قاموا بالسرقه والقتل هن نفس الأشخاص؟ إيه نعم،
من الواضح انه الجريمتين قامت فيهم العصابة ذاتها، وهي نفسها اللي قامت ببقية السرقات، بس هالمرة ضبطهم السائق الامين واشترك مع واحد منهم فقوسوا. ذكرت لي انت انه الاب والابن شافوا المجرم. اي نعم، الابن شافه من غرفته بالطابق الثاني فوق. أيوة. والاب شافه من الصالون تحت. وشهادتهم عن الحادثة متطابقة تماما. الجريمة وقعت الساعة 12 الا ربع. وما تعرفوا عليه؟ لا، اثنين شهدوا بانه غريب عن المنطقة، شاب هيك مربوع القامة، وما سبق انه شافوه. بس نسيت خبركن، نحن لقينا بايد السائق شفت ورقة مشوها. ورجينا شو؟ الكلمات المكتوبة هون ما بتدل على شيء. الساعة 12 الاربعاء الاربعاء وسيدهشك، ما في شيء واضح بهالرسالة الغريبة. المشكلة انه هالكلمات اذا كانت بتدل على شيء فهو على موعد بين القاتل والضحية. سيدي الدكتور خالص فحص الجثة. خليني اقلوها يلا. لا لو سمحت، بدي اعاين الجثة. تفضل. هون صارت الجريمة. يعطيك العافية دكتور. أنا الدكتور سرحان من القسم الخاص. بدي اعاين الجثة لو سمحت. تفضل. نزل بقى. من وين دخل القاتل؟ من باب الحديقة اللي فتنا بالسيارة منه. لأني نحن لقينا قفل الباب مكسور. الشهود وين كانوا؟ الأب شاف الحادثة من شباك الصالون هون، والابن شافها من غرفة نومه فوق هوني. لما حس عليهم القاتل هرب طبعاً. أكيد هرب من هاي الجهة باتجاه البستان يعني؟ أيوة. طيب ليش ما هربوا من البوابة باعتبار غلبوا حالهم وكسروا القفل؟ ما بعرف، يمكن ارتعب وركض يلحق أصحابه ويتخبوا. ما في غير هيك، على إذنك. تفضل. هلأ السائق متزوج ولا عايش لحاله؟ عايش مع أمه هون، بس المسكينة سمع كتير تقيل. طيب من خلال تحقيقكم مع والدته ما قالت لكم إنه حكى لها شي عن موعد أو أي شي من هذا النوع؟ سألناها بس على ما يبدو ما قايل لها شي أبداً. جزء من الرسالة اللي بقت بإيده هي أكيد يا أما كانت مع السائق وحاول القاتل ياخدها، يا أما كانت مع القاتل وحاول السائق يسرقها. هالرسالة يبدو مهمة أكثر مما تخيلت، إلا ما يكون فيها دليل على موعد وقوع الجريمة. تفضل ما يلزم. صار عندي شعور إنه السائق ما كان دغري، كان على علاقة معينة مع اللصوص، بعدين ندم قام قتلوا واحد منهم. يبدو أصحاب الفيلا عم يستنونا. تفضلوا. تفضلوا. كنت بعدني سهران هون بالصالون عم ادخن لما سمعت ضجي، اطلعت من هالشباك شفت شوفيرنا مشتبك مع شاب غريب، وقبل ما اقدر عيط له او اطلع لعنده الشاب سحب مسدسه وقوص على الشوفير. وانا شفت نفس الشيء، كنت عم بدل ثيابي وعم بستعد للنوم بغرفتي فوق. طيب لما وصلت السائق ما قال شيء قبل ما يسلم الروح؟ ابدا، طلقة اجت بصدره مباشرة لانه كان عم يتعارك هو والحرامي، فما عطس. ولازم ريما شبه الاستاذ تعبان شوي. ما في شيء، ما في شيء، بس عم حاول اتخيل كيف وقعت الجريمة، بلكي طلع معنا شيء.
في مانع نلقي نظره على الحديقه؟ ابدا تفضل، بس الشرطه اجوا فتشوها. ما بشك بهالشيء. الدكتور رمزي بيحب يدقق كل شيء بنفسه، بتحب رفقك؟ لا لا، خلي الدكتور سرحان يجي معي، باعتبار انا مريض صار شيء بصفي. على الحالة ممكن تساوي لنا فنجان قهوه؟ ايه انا بساوي لكم اياها، على اعتبار اعطينا الخدم اجازه بعد الحادثه. غريب، سابت اليوم كل الخدم يروحوا اجازه؟ مضبوط يا دكتور؟ مليون بالمية. ظهرك في شيء استاذ رمزي؟ لا، ليه؟ ليش ماشي هيك بزاوية قائمة؟ العتب على البصر يا دكتور، نظري ضعيف، بدي وطي لحتى اشوف منيح. موجوع شيء؟ لا، ليه؟ لأنك عم تتقوى. لا، هذا غناء، الغناء العربي كله أسى يا دكتور. الأسى معك ما بينسى. أنا راح ارتاح اشرب لي فنجان قهوة، لأنه إذا بقيت معك أكيد راح أمرض. سلام. الله لقيت شي؟ لسه لا والله. جبت لك قهوة. بعدين بعدين. فيني اسألك سؤال؟ على شو عم تدور؟ لا ولا شي، بس عم حاول جمع أفكاري حتى حلل أحسن. وأنا ظننتك قاعد عم تدور على أدلة؟ الدليل بجيبتي. الرسالة؟ شش، وطي صوتك. الحيطان إلى أدان. ما بدي اي حدا يعرف بالرساله حتى نعرف كيف وصلت الضحيه. هالاستاذ تصرفاته غريبه. اذا هو مريض وهيك كيف لو يكون بصحته؟ انه بدي افهم عن شو صار له ساعه ونص عم يدور. معك حق، نحن كمان ما لقينا اثار اقدام. ها، يمكن صاحبنا بيعرف. تع انت اساليه. الظاهر عم ينادي لي، عن اذنكم. خير سيادة الملازم؟ لقيتوا بقية الرسالة شي؟ لا، رجالي دوروا المكان كله ما لقوا لها أي أثر. نحن كمان. بتعتادوا يعني هي الرسالة مهمة كتير؟ طبعا، هي مفتاح القضية كلها. يمكن القاتل انتزع من إيد السائق. هو عم بيقوصوا؟ لا، وهنن عم يتعاركوا. أها. المشكلة كيف بدنا نوصل لجيبة القاتل ونلاقي بقية الرسالة؟ أنا برأيي نطلع لعند والدة السائق، يعني براسي كم سؤال حد يسألها. تفضلوا. تفضلوا.
مرحبا يا خالي. الجماعة حابين يسألوك سؤال. أهلي، شو قلت؟ أي ما فهمت عليك. الجماعة حابين يسألوك سؤال. أهلين وسهلين، تفضلوا عدو. خالي، مبارح وصلت شي رسالة لابنك بالبريد؟ شو قلتي يا بنتي؟ والله ما فهمت عليكي. عم تقلك وصلت شي رسالة مبارح لابنك بالبريد؟ ليش وينه ابني؟ ليش مو مخبرينا؟ لا لسه ما خبرناها. عم يسألوكي وصله شي مكتوب؟ ايه. طيب وين الظرف؟ شو قلتي يا بنتي؟ الظرف؟ صوتك. على فكرة نحن فتشنا الغرفة كلها ما لقينا شي. ايه احكي هيك من الاول، نشفت لنا ريقنا. اسفين. سمعنا صوتكم طالع، فجينا نشوف شو صاير. ما في شي، كنا عم نسأل. هي أمو غلا. دكتور لحظه، دكتور شيلوا لشو؟ رمزي شيلوا. شو بدك تسوي؟ عندكم شي ميزان ضغط؟ لا والله. لكان اذا بتريد خلي حدا يجيب لنا ميزان ضغط من شنطي بالسياره. رح نادي حدا من عناصر. لا خليك متسطح يا ابني. هذا سيدي، اعطونا شنطات الدكتور من السيارة. امرك سيدي. شو صار؟ اغمي عليك. ما لازم تحرك حتى اخذ لك ضغطك. لا انا حاسس حالي صوت منيح هلا احسن. ما قلبك شر. تفضل دكتور. شكرا. انا حابه اسال سؤال. ليلة الحادثة أكيد كنتوا شاعلين الضوء هون بالصالون بغرفة الأستاذ فوق. طبعا. غريبة، شلون حرامي قدر يفوت بيت أصحابه موجودين فيه؟ يمكن كانوا عصابي ويعني يشجعوا بعضهم البعض. بس أثر الأقدام بتدل على وجود شخص واحد، وبعدين اختفى. اختفى كيف اختفى؟ فعلا الأستاذ ما هو حق. احنا كمان لاحظنا انه اثار الاقدام اختفت، كانه القاتل تعربش على شجره او تبخر. منيح اللي شوفيرنا مسكه، ولا كان سرقنا مثل ما سرق بيت حسين والبيوت الثانيه، ويمكن هالمره كمان كان قتلنا. شو طلع معك دكتور؟ 7/10. منيح؟ لا ما منيح، العالي واطي. نياله يا دكتور، انا باخذ حبه كل يوم من شان ينزل ضغطي. لو شربت قهوة ما كان صار فيك هيك. لا ما في داعي، فعلا تحسنت. يا جماعة هلا خلونا بموضوعنا. أنا بدي تمثلولي بالضبط شو كنتوا عم تساووا وقت اللي سمعتوا الضجة. ما في مانع. أنا كنت قاعد هون عم بدخن، لما سمعت الضجة التفتت شفت شوفيرنا متعالق هنيك هو وهذا الشاب يلي قوصوا بعدين. الشوفير تبعكم وفي؟ طبعا وفي، الله يرحمه كان مخلص. يعني بهالطريقة فينا احنا رح نستبعد اي علاقة بين السائق والحرامي بمساعدته باقتحام البيت. اعوذ بالله، شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ ايه انا مستعد خصص مكافأة لكل مين بيدلي بمعلومات بتوصلنا للفاعل وبتوقعه بايدين نحدالي. الله محييك، الله يكتر من أمثالك. أنا رأيي إنه هاي هي الطريقة الوحيدة اللي بدها تساعدنا على حل هاللغز. رح أنا أكتب صيغة إعلان مشان ننشره بالجريدة المحلية. ممكن تعطينا ورقة وقلم؟ فعلا أخلاق الناس تغيرت كتير، والمصيبة إنه هدول الحراميين عم يسرقوا أشياء ما لها أي أهمية. يعني أي إنسان صار معرض بيته إنه ينسرق حتى لو ما كان عنده شيء محرز للسرقة. تفضل. شكرا. ثلاث مبلغ كافي؟ ما بيهمني لو كانوا 50. في عندك غلط هون. انت كاتب انه الحادثه صارت 1:15 بينما هي وقعت الساعه 12:15. انا اسف. هات المصطلح. الساعه
بتحبوا تشوفوا الغرفة فوق؟ ما في مانع، تفضلوا. شكرا. دكتور إذا تعبان نروح الأوتيل. لا لا بعد شكرا. نحن منطقتنا عامة كثير، ما كان حدا يتوقع يصير فيها سرقات. طيب السائق تبعكم امتى بالعاده بينام؟ بينام بكير، من شان في بكير ويقوم بشغله. طيب شو اللي خلاه يطول بالسهر هالليلة؟ الله اعلم. عفوا استاذ، هي غرفتي. ممكن القي نظرة؟ اذا انا كنت سهران بالصالون تحت وابني بغرفته فوق، شو علاقة غرفتي بالجريمة؟ يعني من باب الفضول. باين شي من هون. ريما، باين شي من عندك؟ ما في شي ابدا. سبق والدي قال لك انه شاف الجريمه من الصالون من تحت، هاي الغرفه ما بتطلع شي، غرفتي انا هي اللي بتطلع على الجريمه. شو عم تعملوا استاذ؟ ممكن تفهمونا؟ الحراميه ما فاتوا على الفيلا من اصلها، وغرفتي كان ضلها مطفي وما في احدا. يعني رجاءً فكروا باحتمال تاني غير تفتيش الغرفة، لأنه هاي الغرفة ما صار فيها شيء. بدي أشوف أوضتك؟ تفضل. في حدا هون؟ ما قلنا لك عطينا الخدم الجازي وما في حدا بالبيت. صباحكم يا عمامة. تفضل. سمعت صوت طلق بس ما خطر لي، بعدين سمعت صوت طلق، جيت شفت من وراء هذا الشباك بين هدول الشجره. يا دكتور، يا دكتور، انت عم تجي على بركه سرتهم يا اخي. شو هذا؟ لا اله الا الله، معلش ما صار شيء، ما صار شيء، بسيطه بسيطه بسيطه. ما هي مشكله بسيطه. تعال معي. هات الريشة، هذه أحسن من جريمتين. نصيحة بلا حماقة يا ريما. وضع اليوم بأي تهمة؟ بتهمة قتل سائقهم. دكتور أنت عم تحكي بكامل وعيك؟ شو يا جماعة؟ أنتوا بتعرفوا أكثر مني. أستاذ رمزي، هاي المسائل ما فيها مسح بنوم. أكيد الدكتور معه دليل حتى عم يحكي بهالطريقة. طلع بوجوههم تعرف. أنا آسف يا جماعة، بتمنى تثبت براءتكم. احتفظ فيه، رح نحتاجه بالمحكمة لأنه سلاح الجريمة. أما هي فهي دليل الإثبات الأهم، ومشان هيك هجموا علي. هي بقية الرسالة اللي لقينا قطعة منها بإيد السائق؟ بالضبط. وين لقيتها أستاذ رمزي؟ بجيبة بيجامة الأخ ورا باب غرفة النوم. خذوني على المخفر وانتوا راجعين جيبوا لي معكم حسيب، لأن الأمر بهمه شخصيا. شرفوا. شكرا. انا ما عم صدق اذني، ما
فران. الأب والابن من آل مسعود يطلعوا هن قاتلين السائق تبعهم. مو بس هيك، وهن اللصوص اللي روعوا المنطقة كلها كمان. طيب ليش؟ رح تسمع القصة من أولها. طيب فهمنا شو القصة. أنت مفتاح القضية يا سيد حسيب. أنا؟ خير إن شاء الله، ليش؟ أولاً أنا حاب أعتذر منك قدام كل الموجودين إذا كنت سببت لك أي إزعاج خلال زيارتي لبيتك. بالعكس، أنا راح ضل ممنون لك كل عمري لأنك كشفت المجرمين. حكيم، حاس إنه كتفي مخلوع من كتر ما شدوا بإيدي مسعود وابنه. لا لا لا، مخلوع ولا شيء، شوية تشنج عضلي. شرفي، كنا بنعرف الخلاف اللي كان بين بيت آل مسعود والسيد حسيب حول وثائق ملكية أراضي واسعة وشاسعة. من هون بدأت خطة الأب والابن. هاي الخطة قائمة على سرقة هالوثائق، ومشان يقوموا بسرقة هالوثائق كانوا بحاجة إلى رجل ذكي ومتمرس، فوقع الخيار على السائق. يا سيدي متأكد ما في حدا؟ لا تخاف، أنا راقبته كل أسبوع مثل هالليلة بيسأل ما أعرف ما تبيع بشدة. يلا لك يلا اخلع الباب، حاجي أخذ عطر. ويبول سروحي يلا جي، مو بس الوثائق يا سيدي. الشغلة مالي حاببها، حاسس فيها مسؤولية. يعني وكأنه نحن ما بنعرف انك من اصحاب السوابق. ما هلا بدال اللت والعجل دور. على شو بدي دور؟ دور على الوراق اللي بتثبت ملكيته للاراضي. الزلمه بده يشلحنا نص املاكنا. طيب يا سيدي مو حقه؟ حقه؟ انت جاي تعطينا محاضره هون، اشتغل بحقك لك احسن ما تصفى انت وامك برا. يلا. بس ما قدروا يوصلوا للوثائق لأني كنت مخبيها بخزانة حديد سرية. ما هذا اللي جننوا، لهيك راحوا يقوموا بسرقات تافهة. ومن هذا الشيء نحن تأكدنا أنه الفاعل هن شخصين مو شخص واحد. كيف؟ أولاً قراء رود العطر من جيل مختلف عن قراء نزار قفاني. ثانياً اللي بيسرق وكمان على الأغلب هو شاب، أما اللي بيسرق جهاز ضغط فهو لازم يكون ختيار ومريض كمان. صحيح أستاذ، لكن هالشي ما بدين آل مسعود بالذات، ما في أي دليل ضده. طيب والسرقات التانية مين ارتكبها؟ كانوا أذكياء كتير ليحاولوا يدروا الغبار بالعيون على قولة المثل، لهيك قاموا بالسرقات من باب التمويل. طيب ليش قتلوا سائقهم مع أنه شريكهم؟ اختلف معهم، عملية ابتزاز يعني، كان يطالب دائما برفع راتبه وإلا بيفشي السر. ايه بابا، شو لازم نساوي هلا؟ اول شيء خليهم يشحنوا لنا البضاعه من المرفأ بعد بكره. بعد بكره وبعدين تستلمها انت. امي مريضه بحاجه لعلاج. العمى اعطيناك لأورمنت، لا تكون طماع. بظن انه الشغله تستاهل انه تساعدوني، ولا بروح بحكي. شو يعني عم تهددنا؟ والله شلون ما بدك تعتبرها اعتبرها، بس الواحد بس يتضايق علي وعلى عدائي يا رب. لا لا، نحن ما رح نتخلى عنك. ما هيك يا ابني؟ ولا عن امك، طمن. ايه هيك ها؟ هلا الله يجزيكم الخير. وهيك خططوا اثنين للجريمة لحتى يتخلصوا من الشاهد الوحيد اللي ممكن يفسد مشاريعهم ويحطهم بالسجن. فدبروا جريمة كاملة طالما انتشرت إشاعة السرقات وبعثوا له رسالة. أنا من أول دقيقة حسيت إنه هالرسالة اللي لقينا قطعة منها بإيد القتيل أثارت اهتمامك. كان ضروري ما تلفت نظر المتهمين، مشان هيك أنا افتعلت حالة الإغماء حتى أنت ما تجيب سيرتها.
سمعنا اصواتكم طالعة، جينا نشوف شو فيه. كنا عم نسأل أمونا السائح. دكتور أستاذ رمزي، أستاذ رمزي، شيلوا شيلوا لجوا. في سؤال كتير مهم ما حدا سألني إياه، شلون الأستاذ رمزي أكد لي شكوكه بأنه الأب والابن متورطين بالجريمة؟ فعلا كيف؟ مسألة بسيطة كتير، حتى لو واحد عم يساوي نقاهة مثلي، الأب والابن شهدوا نفس الشهادة إنه سمعوا سائقهم عم يتخانق مع اللص، صح؟ إيه طبعاً. أنا اللي أكد لي هالشيء إنه شهادتهم كانت متطابقة تماماً، وهذا اللي أثار شك الأول. إذا كانت الرسالة مع القاتل فلازم يكون القسم الممزق الأعظم منها بإيد الضحية، أما إذا كانت مع الضحية فلازم القاتل يكون حاول انتزاعها منه. بس كمان هاد باب الدين قال مسعود، لأنه القاتل أوصه. حسب معلومات الطبية، إيد المتوفي بتتشنج لدرجة بصير من الصعب انتزاع أي شيء منها. مو بس هيك، تتذكروا أني تهامست أنا والدكتور سرحان أكثر من مرة. هالرسالة يبدو مهمة كتير، إلا ما يكون فيها دليل عن موعد وقوع الجريمة. أستاذ رمزي اتفضل لو سمحت. مرة متأكد؟ طبعا متأكد، لأنه الرصاصة أطلقت من مسافة قريبة جدا، وما في لا على الجلد ولا على الثياب أي أثر للبارود. لكن شو خلى الشك يقين؟ كذب الشهود مو دليل أنه شاهد الزور هو القاتل. أولا قفل باب الحديقة صحيح كان مكسور، لكن اللي بدقق فيه منيح بلاحظ أنه مكسور من جوا مو من برا. غريبة، ما انتبهت على هذا الشيء. معلش دكتور، كل واحد له اختصاصه. مظبوط. بعدين ما تنسى دكتور اثار الاقدام اللي شفناها بالحديقه. فعلا الجاني هرب باتجاه الغابه، مع انه المفروض انه يهرب من بوابه الحديقه اللي كسر بابها، وفجاه اثار اقدامه اختفى. طيب ليش؟ لانه ببساطه كان عنده المجال يقفز من الحديقه على الممر الحجري. اللصوص بعمر ما بيطير. طيب كيف جزمت بأنه الأب والابن مشتركين بالجريمة؟ عملنا تمثيلية بسيطة، لكن قبل هالتمثيلية البسيطة بحب أشرح لكم عن علاقة هالرسالة المقطعة هاي بالإعلان. طيب شو هي التمثيلية؟ إعلان عن جائزة بيقدموها آل مسعود للقبض على الجاني. معقولة؟ معقولة إنك ورطت القتلة بأنهم يعلنوا عن مكافأة للي بفضحهم؟ 10,000 مبلغ كافي؟ ما بيهمني لو كانوا 50. في عندك غلط هون، أنت كاتب إنه الحادثة صارت 1:15 بينما هي وقعت الساعة 12:15. أنا آسف. هذا لصلح. بس بدي افهم، ليش الرسالة كتبت بخطين؟ عمر شركاء الإجرام ما وثقوا بعضهم البعض، حتى لو كان الأب وابنه؟ نعم، لذلك اشتركوا بكتابة الرسالة القاتلة. أما المشهد الأخير فكان تمثيلية، كان هدفي منه أوصل لقطعة الرسالة الثانية يلي كنت متأكد إنها موجودة مع الجاني. سمعت صوت حركة البستان بس ما خطر لي، بعدين سمعت صوت طلقة، اجيت شفت من هون هذا الشباك بين هدوك الشجرات. يا دكتور، يا دكتور، انت عم تجي على وين كسرتهم يا اخي؟ شو هذا؟ لا اله الا الله، معلش ما صار شيء، ما صار شيء، بسيطة بسيطة بسيطة. تفضل. بقية الحكاية كلكم بتعرفوها، شكرا حكيم. عفوا، هلكني. صباح الخير. يلا صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير برو. الله معكم. يا ريت تبعث لي حدا يروح. حاضر. اوعى تقول لي انك مليت. بالعكس،
أنا يا ريما إذا تعطل مخي عن التفكير موت، يعني لو بقيت بالبيت هلأ كنت صرت بالسماء السابعة. أنا فعلا استمتعت بالجاي لهم. أنا استمتعت كتير بوفر. ها اجوا الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. كيف العصافير يا تمام؟ تمام؟ وريه أمك عندي بالبيت. أي أستاذ حكونا شو صار معكم؟ إن شاء الله انبسطتوا بهالإجازة. الحمد لله. لا تعالوا تعالوا. أنا بحكي لكم كل القصة، تعالوا شرفوا. حقيقة الفضل بهالراحة يا جماعة بيعود لرسياتنا الكابتن. بس ثاني مرة الله يخليك إذا مرضت أو صار لي شيء خذ أنت النقاهة مو أنا.